من الطلبة الأوائل إلى بائع للزهور. علي شاب ديقاري تخرج من المعهد التقني بتفوق، بعد ذلك انصدم بالواقع المرير ولم يجد فرصة للعمل، فقرر أن ينشئ مشروعه الخاص تحت عنوان بائع الورد المتجول ليساهم بإنشاء بيئة خضراء وإن كانت بسيطة جامعا بين الجمال والرزق. أنا علي رزاق عمران، خريج من 10 الأوائل معهد تقني ناصرية، وكذلك أنا طالب نفس الوقت طالب كلية إدارة اقتصاد جامعة ذيقار. بعد تخرج من المعهد التقني وكنت ضمن 10 الأوائل الرابع القسم والتسجيل الكثير من الدوائر، بس يعني ما حصلت فرصة عمل، وذلك بسبب المحسوبية والواسطة والأحزاب، فالتجهت لهاي المهنة. قاعد هسه أنا أشتري المشاتل، هم قاعد تدعمني بسعر يعني مدعوم من عندهم، يعني سعر تنافسي يطوني، وأنا أوصل للناس وساعدهم بالغرس مالتها يعني، وإذا شي يحتاجون للناس أقدم أسمدة وبذور أوصل قاعد للبيوت. ليس هذا فحسب، بل يواصل علي إكمال دراسته الجامعية بعد إن حصل على شهادة الدبلوم ليكون أحد طلبة كلية الإدارة والاقتصاد، ليصبح طريق حياته أكثر مشقة طالبا يدرس وعاملا يجمع قوت يومه، يزرع الجمال وينوع المساحات الخضراء. لكن حديثه لم يخلو من المطالبات، حيث ناشد الحكومة لتوفير فرصة عمل له. مطالبي هو أحصل فرصة عمل بشهادتي، يعني بشهادتي دبلوم إدارة من ضمن الأوائل، وكذلك أحصل مكان داخل منطقتي، أحصل أخلي بي شتلاتي، لأن ما عندي مكان هسي، قاعد يتنقلن وياي والجو حار، فقاعد يتعرضن إلى يعني بيهني أكثر هني موتن. قاعد الخريج علي يبيع علينا عدة ستوتة، ويبيع علينا ورود أشجار يعني نشتلها، وأنتم تدرون بهالوقت هذا شوية التصحر الأتربة، جاي نشتري من عدة خطية ونزرعها. إحنا نطالبه في التعيين من الدولة، نطالب الحكومة بتعيين علي لكونه خريج من 10 الأوائل. لم يبقى جليس المنزل ينتظر رزقه، بل جد واجتهد وجهز لنفسه مشروعا صغير هو يحتاجه لرزقه ونحن نحتاجه بكثرة، ليقلل من وطأة العواصف الترابية. لبرنامج يوم جديد على الهادي، ذيقار.